أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي لا تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، ما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية وكتابه أو رسالته أسرار الصلاة. أسرار الصلاة، وما زلنا مع كلامه والذي قال فيها: فاعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عين المحبين، ولذة أرواح الموحدين، وبستان العابدين، ولذة نفوس الخاشعين، ومحك أحوال الصادقين، وميزان أحوال السالكين، وهي رحمة الله المهدى إلى عباده المؤمنين، هداهم إليها وعرفهم بها وأهداها إليهم على يد رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، رحمة بهم وإكراما لهم لينالوا بها شرف كرامته. لينالوا بها إخواني شرف كرامته والفوز بقربه، شرف كرامته والفوز بقربه. وما زلنا على مع المرتبة الثامنة من مراتب منزلة الحياة، حياة الفرح والسرور، كي نتعرف على حال القرب وظاهر القرب من الله عز وجل، الذي هو جزء أساسي إخواني الكرام من أجزاء من أجزاء حياة الفرح والسرور، حياة الفرح والسرور. فكان آخر كلام الإمام بيقوله رحمه الله يعني فإن المحب يشرع أولا في التقربات بالأعمال الظاهرة، ماشي، وهي ظاهر التقرب، ثم يرتقي من ذلك إلى حال التقرب. يبقى من إيه؟ يبقى ملحوظة مهمة جدا يا إخواني، أن المحب مهم جدا هنا، ملحوظة، المحب يعني واضح، المحب يشرع أولا في إيه؟ في يشرع أولا في التقربات إخواني، التقربات يعني بالأعمال الظاهرة. طيب، أعمال الظاهرة وهي ظاهر التقرب، وهي ظاهر التقرب، وهي ظاهر التقرب، وهي ظاهر التقرب. اثنين، ثم يرتقي من ذلك
من الظاهر إلى حال التقرب، إلى حال التقرب وهو الانجذاب، حال التقرب وهو الانجذاب، واضح؟ الانجذاب أو الانبعاث، يعني الانجذاب إلى حبيبه، أمر بقى وهبي تلقائي، الانجذاب إلى حبيبه بكليته. الانجذاب إلى حبيبه إخواني، الانجذاب إلى حبيبه بكليته، يعني إيه بكليته؟ بكليته أي بروحه وقلبه، واضح إخواني؟ وقلبه وعقله وبدنه، وعقله وبدنه، واضح؟ ثم ثلاثة، ثم يرتقي، ثم يرتقي من ذلك، إلى مقام الإحسان. الله، إلى مقام الإحسان، يعني واضح إخواني؟ إلى مقام الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، فيعبد الله كأنه يراه، مش كده إخواني؟ فيتقرب إليه حينئذ، يعني في ثلاثة بقى، فيتقرب إليه حينئذ، بأعمال القلوب، واضح إخواني؟ بأعمال القلوب، إيه بقى بين قوسين؟ من المحبة والإنابة، من المحبة والإنابة والتعظيم والإجلال، والخشية، فإيه اللي يحصل؟ فينبعث، واضح؟ فإيه؟ فبالتالي إيه؟ فينبعث، ما زلنا مع التالتة، فينبعث حينئذ، فينبعث حينئذ، من باطنه، مش بقى من ظاهره، لا، من باطنه، الجود ببذل الروح. يا سلام، ببذل الروح، الجود ببذل الروح ببذل الروح والموجود، يا إخواني، والموجود في محبة حبيبه، بلا تكلف، يعني بلا تكلف يا إخواني الكرام، بلا، ده كلام عظيم جدا، يعني لا تكاد تجده في، يعني في سفر آخر أو في مصنف آخر، لا تكاد، كلام عزيز، يعني في محبة بلا تكلف، يعني فيجود، فالنتيجة، فيجود، بروحه، ونفسه وأنفاسه. مهم جدا يا إخوان، لن يتعلل أبدا مهما كانت العلل والموانع، أبدا
لا يقول عندي صداع، ولا يقول اصل مشغول، اصل عندي كذا، لا، ده جزء من كيانه النفسي، ده هو كيانه النفسي مش جزء. فليه بقى؟ يعني فحينئذ ينبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل الروح تلقائي، والموجود الجود والموجود يجود بروحه، والموجود في قلبه في محبة حبيبه، الموجود في قلبه ايه؟ كامل محبة حبيبه بلا تكلف، فحينئذ يجود بروحه ونفسه وأنفاسه، يجود بروحه ونفسه وأنفاسه أيها الإخوة الكرام، يجود بروحه ونفسه وأنفاسه إخواني الكرام. فلا تعلل أبدا مهما كانت الأسباب، بشغل معيش، ما عنديش وقت، مش فاضي، الكلام ده كله بيموت في قاموس حياته. هو يعني ينبعث من باطنه الجود ببذل الروح، والموجود الموجود في قلبه أساس ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الجود وجد في محبة حبيبه بلا تكلف، فيجود بروحه ونفسه، فيجود بروحه ونفسه وأنفاسه وإراداته، كل إراداته كاملة، إراداته واضح، وأعماله لحبيبه، وأعماله لحبيبه. حالا لا تكلفا، حالا لا تكلفا، والمقامات كسبية والأحوال وهبية. حالا وهبي، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يحبهم ويحبونه، يحبهم حالا، أما يحب خلاص بقى بيسموها المحبوبية، تحب أنت اسمها محبة، هو يحبك محبوبية. فهنا النتيجة دي كلها نقول ايه؟ فإذا، خلي بالك بالراحة، وجد، فإذا وجد المحب، المحب ذلك، ايه بقى العنوان الكبير قوي، عنوان ضخم جدا، عنوان ضخم جدا، اذا وجد المحب ذلك، كل اللي قلناه اللي فات كلام بقى محتاج هدوء شويه، محتاج سكينة عشان تسمعه، محتاج إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، محتاج تذكر، يعني تذكر وجود. فإذا وجد المحب ذلك، العنوان الكبير، جهز نفسك، فقد، ظفر بحبيبه، أو ظفر، ظفر، ظفر بحال التقرب. يا سلام،
وهنا الإمام ابن القيم بيقول في أسرار الصلاة إن الصلاة ربنا أهداها إلينا وعرفنا بها وأهداها إلينا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين رحمة بنا وإكراما لنا لننال بها شرف كرامته والفوز بقربه. احنا وصلنا لإيه يا إخواني؟ فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال القرب. فقد ظفر إيه؟ فقد ظفر بحال القرب. فقد ظفر بحال التقرب. ظفر بحال التقرب. فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه. وسره وباطنه. وسره وباطنه. طيب هتيجي نقطة تانية بقى محتاجة انك تتضايق شوية وتزعل، بس هذا لا يمنعك من ايه؟ من بذل الجهد واستفراغ الوسع والجد. فإذا لم يجده نقطة مهمة جدا، فإذا لم يجده يبقى هنا فإذا وجد المحب، فإذا لم يجده فإذا لم يجده النتيجة فهو يتقرب، فهو يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقط، فهو يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقط، وظاهره فقط. فليدم إخواني، فليدم على ذلك وليتكلف. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. مهم جدا، محتاج تركيز جامد أحسن من الهيصة. الهيصة سهلة جدا، عايز تركيز بنائي، بناء قلوب يا إخواني الكرام. بناء إيه؟ بناء قلوب. بناء قلوب يا إخواني الكرام. بناء إيه؟ بناء قلوب. بناء عبودية في القلب. بناء إياك نعبد في القلب. وليتكلف إخواني الكرام. وليتكلف. التقرب بالأذكار. التقرب ممكن 21 سنة يتكلف، خلي بالك 30 سنة مش مشاكل، خصنيش ربنا يرزقنا بالأذكار. بالأذكار والأعمال على الدوام. على الدوام فعساه، مهم جدا، فعساه. وحط تحت عساه دي حوالي كم خط؟ أن يحظى بحال التقرب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
بحالي فعساه أن يحظى بحال التقرب، فعساه أن يحظى بحال التقرب، فعساه أن فعساه أن يحظى بحال التقرب، فعساه أن يحظى بحال التقرب أيها الإخوة الكرام. نقطة مهمة جدا والله. أظن يعني أظن أظن يا إخواني الكرام إن إحنا يعني مش هنكتفي شوية الكلام دول أو الكلمات هذه، تحتاج تأمل ومراجعة، تحتاج إلى إيه؟ تأمل ومراجعة إخواني الكرام. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا، اللهم كن لإخواننا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم، وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجدد وطأتك على الصهاينة المجرمين، المجرمين النازيين، اللهم والصليبيين المحاربين، شدد شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم اللهم امدد إخواننا المجاهدين في فلسطين بمدد من عندك،
اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء وسائر الأمراض. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. نقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.